إيش اللي صار اليوم؟ الحمد لله على كل حال، يعني أنا أعتبرها صراحة خسارة لنا، يعني بدينا بداية جيدة في الشوطين، بديتوا فارس العياف طبعا في الشوطين بداية جيدة. بدينا بداية جيدة وتقدمنا 2-0، لكن أنا اللي أشوف كانت رحلتنا أمس أتعبتنا شوي، ما وصلنا هنا إلا 2 بالليل، واللي زود علينا بعد الجو صراحة، يعني عندنا بالقصيم برد مرة وامطار. ما جيت بداية الموسم. طيب فارس، بس خسرت المباراة، كنت قدرتوا يعني تتحكموا في المباراة إلى آخر دقائق المباراة؟ والله أكيد، يعني أنا اللي أشوف مثل ما قلت لك، يعني أنا أشوف الجو أتعبنا صراحة، يعني من الشوط الأول وحنا تعبانين صراحة. فنيا كيف كانت تعليماتكم بداية الشوط الأول وتعليماتكم في الشوط الثاني؟ والله كان كل تركيزنا أنه ما يدخل علينا أول الدقائق هدف يلخبط الأوراق، فحنا اللي سجلنا هدف أو هدفين ولخبطنا أوراق الاتحاد. حتى بداية الشوط الثاني يعني كلمنا المدرب أنه أول الدقائق مهمة جدا، أنه ما يدخل علينا أي هدف، لكن قدر الله وما شاء فعل. دانيال شخصية مختلفة مدربكم؟ إيه مرة.